بص بقى يا جماعه، هنكمل دلوقتي نجيب الام دي بي مالتي فانكشن. ادي اهوت الحمل بتاعها بكام؟ ب 700. هقوم جايب نفس الاسلوب، 700 في 1000 على 3 على 220 هيطلع لي بكام؟ ب 1060. يبقى هقوم جاي كده في الشيت بتاعي اهو، وحاطط دوت بكام؟ ب 1060. طيب بعد كده انا خارج من الام دي بي مالتي فانكشن لغايه دي بي مالتي فانكشن جي 1. يعني اذا الكابل ده اللي هو هنا ده كده اهو، اللي هو ده كده، انا خارج من هنا رايح لده كده اهو. دوت يا جماعه اللي هو من هنا لهنا ده كده اهو، دوت شايل تيار اللوحه دي، يبقى انا هجيب اللوحه ديت. يبقى انا همالتي فانكشن جي 1، هقوم جاي كده اهو الدايس ومطلع من الشيت بتاعي، هدور على دي بي مالتي فانكشن جي 1. انا كده دخلت كده على الهوتل، اهو دي من مالتي فانكشن جي 1 اللي هو طلع بكام؟ ب 108.59. يبقى قام جايب برضه الكالكوليتر اهوت، 100.9 في 1000 على 3 على 220، هي على 3 في 220 يعني 165 امبير. يبقى قام جاي هنا كده اهو اهو، وحطيت هنا كده اهوت 165 امبير. طيب الطول الكابل اللي هو من المالتي فانكشن لغايه جي 1 دوت بكام؟ يعني اللي هنا اللي هو من ام دي بي تول مالتي فانكشن دوت كان ب 80 متر، تمام. ده جبناه ازاي؟ اللي هو انا خرجت من الام دي بي تو اهو، خرجت من هنا اهوت وقمت دخلت لغايه اللوحه دي لو انت متذكر، وقمت عامل كده اهوت ال اي، وجبت طول الكابل بتاعي وزودت عليه 10 متر اللي هي بتاعه التكويعات. حلو كده. انا بقى دخلت هنا اهوت وعايز اجيب من المالتي فانكشن دوت لغايه اللوحه اللي اسمها دي بي، اللي هي الكابل دوت اللي هو ماشي اللي هو من هنا من ام دي بي لغايه دي بي مالتي فانكشن جي 1. هفتح كده الباور بتاعي او الكيبل روتنج، سواء انا مسلم اي طريقه من طرق التسليمات، وانا كده اهوت هبص بقى انا طالع من فين، من المالتي فانكشن لغايه فين؟ لغايه مالتي فانكشن جي 1. فين مالتي فانكشن جي 1؟ هبص كده عليها اشوفها موجوده في البلان فين. مالتي فانكشن جي 1، مالتي فانكشن جي 1، مالتي فانكشن جي 1، اهي اهي. يبقى انا هقوم جاي عامل الاتي، عامل كده اهوت، ادي اهو انا طلعت كده ومشيت كده ودخلت كده اهو، وهعمل كده اهوت اسكيب، وهدوس هنا كده اهوت، واقوم عامل امر ال اي، واشوف الطول بتاعي ب 3 متر، وهزود عليهم التكويعات اللي هي 10 متر، هقول ان هو كده هو تقريبا ب 15 متر. كل ما اخد بزياده في الاطوال لافضل، تمام كده. بعد كده انا خرجت من المالتي فانكشن هنا اهو، دخلت على البول. فين بقى البول؟ اهي البول اهي. انا خرجت من هنا كده اهو اهو، مشيت كده مشيت كده مشيت كده مشيت كده، بعد كده قمت نازل جري وداخل على البول اهي. هقوم دايس كده اهوت على الخط دوت وكاتب ال اي، وهجيب الطول بتاعي بكام؟ ب 50 و10 60. انا بعمل حسابات، فما فيش مشكله ان انا اخد بزياده، الاطوال بتاعتي مش هتفرق معايا كتير. طب والتيار بتاع اللي هي البول ده بكام اهو؟ هجيبه من البانير سكادول. فين البول؟ البول البول هدور عليها اهي، بكام؟ ب 40 كيلو فولت امبير. يبقى هو جاي كده اهو طالع كده اهو اهو، جاي ب 40 في 1000 على 3 في 220 هيطلع لي بكام؟ ب 60.6، قول 61 امبير، تمام. طب الفولج دروب بقى هنجيبه ازاي؟ بص يا باشا، هزود هنا كده اهوت كولومن تاني اهو، هعمل انسرت الكولومن تاني. الكولومن دوت بقى تركز معايا فيه قوي، لان دوت اساس الحسابات بتاعتك، اللي هو ايه بقى؟ ملي فولت على امبير على متر. كل كابل من الكابلات دوت ليه رقم، ملي فولت على امبير على متر. حلو كده. همسك كابل كابل احسب عليه، يعني همسك الكابل ال 4 في 25 دوت اللي بيغذي من الدي بي مالتي فانكشن جي 1 دي بي بول، اللي هو البريكر بتاعه 125، والكابل بتاعه 4 في 25 وطوله 60 متر وبياخد تيار 61 امبير. شوف المعلومات كلها دلوقتي واضحه كده قدامي، هحسب على الكابل دوت الدروب قد ايه. خلاص كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هخش على كتالوج السويدي.
المعلومات اللي ملهاش لازمة في الأول اللي هي قلنا عليها في صفحة 5، من أول 25 صفحة موجودين في كتالوج، لما تيجي تخش تشوف معايا الكتالوج كده من أوله، قلنا في بعض منهم هنحتاج منه معلومات. ايه المعلومة اللي احنا محتاجينها دلوقتي بقى؟ المعلومة ديت هنحتاجها في الصفحة رقم 24 اما اعتقد. بص كده اهو، في هنا جدولين متعلقين بالفولج دروب، واحد فيهم السنجل كور لفولتج كيبل، وواحد فيهم مالتي كور لفولتج كيبل. السنجل كور دوت عامل لك جدولين جواه كبر الومنيوم، هنا كده اهوت كبر الومنيوم. انا دلوقتي الكابل دوت 4 في 25 يعني كابل مالتي كور، يبقى انا هفضل هنا اهو. طب الكابل بتاعي دوت اوصفه ايه؟ كبر اكس ال بي اي بي في سي، تمام كده. هقوم جاي كده اهوت باصص هلاقي هنا اكس ال بي اي بي في سي، هنا بي في سي بي في سي. الكابل بتاعي هنا اهوت فين؟ 4 في 25. ركز كده بقى معايا، دوت بيدي لك قدامه رقم، الرقم دوت ملي فولت على امبير على متر. ده معنى ايه الرقم دوت؟ معناه ان انا لو انا عندي متر من الكابل دوت مر جواه امبير واحد، هيقع عليه دروب في الفولت قدره ملي فولت، قدره كذا ملي فولت، اللي هو ايه 1.276. يعني الكابل دوت المتر بتاعه لو مر جواه 1 امبير، لو الفولت عند الجانب الاولاني 380، هيوصل عند الجانب الثاني 380 ناقص الرقم ده. ده مفهوم الرقم دوت، تمام. يبقى انا هجيب الرقم ده اللي هو 1.276 اهو، هقوم حاطه هنا كده اهوت اهو 1.276، ومنه هجيب الفولج دروب. هتجيبه ازاي؟ هقوم عامل كده اهوت الرقم دوت. مشكلتي معاه في حاجه، ايه هي؟ ان هو امبير وميتر، صح كده؟ امبير وميتر، انا عايز بس الملي فولت. يبقى انا محتاج اضربه في كام امبير وفي كام متر؟ يعني الكابل دوت شايل كام امبير اهو، شايل كام متر اهو، او طوله كام متر اهو. يبقى ما عامل كده اهوت يساوي، وهقوم جايب الرقم ده كده ضربه في التيار، ضربه في اللينس. النتيجه دي بقى كلها هقسمها على ايه؟ على 1000، عشان بتبقى بدل ملي فولت تبقى فولت. هيطلع لي ايه؟ ان الكابل دوت هيقع عليه 4.67 فولت. يبقى انا اللي انا عملته، عملت ايه بقى عشان نكتب كده هو؟ التاني حاجه انا عملتها، انا جبت من الكتالوج السويدي ملي فولت على امبير على متر فاليو، وبعدين جبت الفولج دروب بالفولت، بان انا قمت عامل جايب الرقم ده اللي هو ملي فولت على امبير على متر، وقمت ضربه في الطول بتاعي، وقمت ضربه في التيار الاي بي، وقمت قاسم الكلام ده على ايه؟ على 1000، تمام كده. انا عايز الرقم ده بقى كنسبة مئوية. النسبة المئوية ركز معايا فيها كويس، احنا هنعمل ايه؟ انا النسبة المئوية دي بالظبط، لو انت فاكر ايام الثانوية العامة بالملي، لما اقول لك انت جايب مجموع 300 والمجموع كله 350، يبقى انت جايب كام في المية؟ طب جايب ال 300 قسمها 350 وضرب في 100، هو ده اللي انا هعمله دلوقتي. انا هجيب الفولج دروب اهو، الرقم بتاعي بقى اللي بالفولت دوت، ده المجموع الكلي كام؟ 380 فولت، ده المجموع الكلي اه. وهقوم جاي هنا كده اهوت اهو وضرب الرقم ده في كام؟ في 100. ده ممكن اعمله على الاكسل دلوقتي في ثانيه. اعمل ايه؟ هقوم جاي كده اهوت على نفس الرقم ده كده اهو، بعد لما يجي على 1000 هقوم قايل له شايف الرقم ده بقى كده كله كده؟ يقول لي اه انا شايفه اهو، كله اهو قوس اهو. حلو كده، ركز كده معايا في اللي فوق. هقسمه على 380 اهو، واقفل كده برضه اهو في قوس اهو تاني اكبر، والنتيجة دي كلها بعد إذنك اضربها لي في 100، هيطلع لك بكام؟ وقع عليه 1.22898 الرقم العملاق دوت في 100، يبقى وقع عليه كام فولت في 100. يبقى أنا هقوم جاي كده الفولج دروب ده أنا هحطه، خلي بالك كده هعمل كده علامة إن دوت في 100، تمام كده؟ طيب ده كده هو اللي أنا أفهمه من السنجل لاين، إن الكابل ده اللي هو أول واحد ده كده، ده كده هو أول واحد أهو، ده وقع عليه 1.2% الكابل ده، تمام. نخش بقى على اللي بعده.
الكابل دوت وقع عليه قد ايه؟ تعال نبص مع بعضينا هنحسبها ازاي. نفس الطريقة، انا الكابل دوت مقاسه كام؟ الكابل التاني دوت مقاسه 150، اقوم داخل على كتالوج السويدي على الكبر، ده مالتي كور مش سنجل كور، وهقوم جايب كده اهوت ال 150، وهقوم باصص كده هلاقي اكس ال بي بي في سي بكام؟ 0.282. احنا اتفقنا ان معظم كل الكابلات دلوقتي في مصر بقت اكس ال بي اي. ليه؟ عشان الاكس ال بي بتحمل درجه حراره عاليه. لو رجعت معايا لمحاضره الكابلات هتلاقي ان انا مناقش الموضوع ده. 0.282 هنا ما يفرقش في الفولج دروب ارمور ولا مش ارمور، انما يفرق مع اكس ال بي ولا بي في سي. وعلى فكره الفرق برده مش كبير، يعني بص 0.003 ده الفرق يعني. ما علينا، 0.282 هقوم جايب الرقم ده كده وحطه هنا اهو، 0.282، وده منطقي جدا جدا. ليه؟ لان الطبيعي ان المساحه زادت، يعني ده 25 يقع على الرقم ده فعلا 150. اكيد الرقم كل ما مساحه الكابل ما تزيد كل ما مقاومته تقل كل ما الفولج دروب اللي عليه ماله يقل، ده منطقي. ما علينا، طيب هقوم جايب كده اهوت الفولج دروب اللي علينا هجيبه ازاي؟ هقوم عادي يساوي، هقوم جايب ملي فولت على امبير على ميتر، اضربها في طول التيار بتاعي، طول الكابل بتاعي معلش، اضربها في مقدار التيار بتاعي اهو، واضرب الكلام، والكلام ده بعد لما يتضرب ده كله يتقسم على كام؟ على 1000. واقوم عامل كده اهوت كوس كده، واقوم عامل كوس كده اهو اهو، عشان احوله لكام في المية؟ اقسم على كام؟ 380، واقول له شايف التوتال ده كده؟ برضه كوس كده وكوس كده، شايف الرقم ده كده؟ اضربه لي في 100 عشان اعرف هو كام في المية. هيطلع لك بكام؟ 0.183. حلو كده؟ طيب نخش، يبقى اذا دلوقتي معلش عشان برضو انا ابقى معاك، بص احنا دلوقتي الكابل ده اللي هو من هنا لهنا دوت اهو، اللي خارج من الام دي بي مالتي فانكشن رايح لغايه الام دي بي مالتي فانكشن جي واحد دوت، يقع عليه قيمه فولج دروب بقدرها ده اهو، صح كده؟ نخش بقى على التالت. التالت ده اللي هو فين بقى؟ اللي هو ده، ده اهو دوت يا باشا، انا خارج من الام دي بي 2 داخل على مين؟ على المالتي فانكشن. ده بقى مش كابل واحد، ده اربع كابلات. طب نحسبها ازاي كفولتج دروب؟ بص كده معايا، خمس كابلات كمان مش اربعه، ده كام؟ 4 في 185 اللي هو 0.241. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا هنقوم جايين كده اهوت، جايبين اهو ال 0.241 ده واقع على كابل واحد. طب هم خمسه متوازيين، يبقى الفولج دروب ماله؟ يقسمهم على خمسه، يبقى الفولج دروب ماله؟ يتقسم على خمسه، لان كده اصبحت مساحه الكابل مش 185، اصبحت 185 في خمسه. فهمت انا المقصود ايه؟ يبقى يتقسم الرقم ده على خمسه، الفولج دروب ماله؟ يقل. بيتقسم على كام؟ عدد الكابلات. يبقى بيتقسم على كام؟ على عدد الكابلات اهو، ده الرقم بتاعي. بعد كده اقوم جايب كفولج دروب، اقوم عامل كده اهوت الرقم ده اهو، هضربه في الاي بي، هضربه في 80، واقوم الكلام ده كله بعد لما اجيبه اقسمه على كام؟ على 1000. واقوم قافل كده الكوز ده كده، واقوم قافل الكوز ده كده، وقايل له شايف ده كله؟ اقسمه ده على 380. بعد كده اقوم قافل ده كده، واقوم جاي كده اهوت قافل ده كده، والنتيجه النهائيه اضربها في كام؟ في 100، يطلع لي كده ايه؟ ده التوتال وقع عليها 1.0756 فولت. حلو كده؟ طيب هكتبها بس كده كملحوظه كده ليك انت هنا في الشيت اللي انا هحطه ده على الدرايف، عشان كده انا بهتم بيه قوي يعني. هكتب كده اهوت نوت كده لحضرتك، هقول لك فيها ايه؟ هقول لك فيها الاتي. بص النوت دي بقى اهو، لما تجيب بارلل كيبلز، هتجيب قيمة الميلي فولت على امبير على متر، تقسمها على النمبر اوف ذيس كيبلز، تقسمها على عدد هذه الايه؟ الكابلات. متفقين؟ متفقين، ده حتة جوهرية مهمة جدا. تمام؟ طيب نفس اللي عملناه هنا هو اللي هنعمله فوق بالظبط، هو حتى نفس الرقم، يعني هاخد هو نفس الرقم، لان هم نفس عدد الكابلات اهو، وهقوم جاي بنفس الاسلوب. لو اخدت بقى ديت كده هو طلعتها فوق، الاكسل ذكي هيفهم ان هو اللي عمله هنا بالملي يعمله هنا اهو. حتى لما تدوس كده على الفانكشن هتلاقيه عمل ايه؟ جاب ده، ضربه في ده، ضربه في ده، وعمل لك كل حاجه. ده كده ايه؟ ده كده الدروب اللي واقع بقى على الكابل اللي هو من هنا
لهنا، والواحد في المية من هنا لهنا، والتالت من هنا لهنا، والرابع من هنا لهنا. طب انا عايز اعرف بقى التوتال اللي من هنا لغاية هنا، وقول لي بقى الكود المصري بيقول هنا ايه المسموح. بص يا باشا تعالى نجمعهم، هنعمل ايه؟ هنعمل فانكشن هنا اسمها صم برضو. انت لو انت ده كده التوتال اهو، لو انت رجعت لشيت الاكسل اللي انا او شرح الاكسل اللي انا كنت بشرحه هتفهم انا بعمل صم دي ازاي. بعمل ايكوال وبعمل كده اهوت صم، وبقول له يا باشا اجمع لي اجمع لي كل دولت، واقفل القوس كده واقول له التوتال. التوتال طلع بكام بقى؟ 2.5%. الكود المصري هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يا باشا الايه، تركز كده معايا بقى، بيقول لك ان الماكسيموم ده كده اهو، نقول دي كده اول ملحوظه اهي، ونقول دي كده تاني ملحوظه اهي. الماكسيموم فولتج دروب فروم الفيدر اللي هو الترانسفورمر، يعني من خارج الترانسفورمر اللي هو اهو اوت اوف ترانس، تو البرانش سيركت ابعد برانش سيركت، must not exceed 5%، mustn't exceed 5%، لا يزيد عن 5%. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل نفس القاعدة دي كده، بس انا هعمل لك فيها بقى زيادة وكده بسيطة. يعني الماكسيم فولتج دروب من الفيدر اوت اوف ترانسفورمر الى، هشيل بقى البرانش سيركت واقول لك ايه اللوكال بانل بورد. وانت عارف ايه هي اللوكال بانل بورد؟ لو رجعت الشرح البانل بوردز هتعرف ايه هي اللوكال، اللي هي اللوحه دي بهاي هقول لك عليها دلوقتي. لازم ان هو لا يزيد عن كام؟ 3%. طب وال 2% التانيين؟ عشان انا بعمل حساب البرانش سيركت مش هتشيل ازيد من 2%، بس عليها دروب اكتر من كام؟ 2%. بص يا باشا اهو، بس انا اقصد ايه بقى عملي بقى. بص انا اللي اقصده ان من اول هنا اهو لغايه هنا اهو لا يزيد عن 3%، لا يزيد عن كام؟ 3%. حلو كده. طب ليه ال 2% التانيين فين؟ عشان انا عامل حساب ان انا خارج من هنا رايح لباريزا ورايح لسوكت ورايح لايا يكن، ده انا ضامن ان هو مش هيزيد عن 2%. طب ايه اللي ضمنك؟ اللي ضمني يا باشا اللي انا كنت بقوله لك قبل كده في الشرح، لو انت فاكر ارجع تاني كده للشرح كده بتاعنا كده واوريك. لما انا قلت لك يا باشا المساحات اهو، لما قلت لك يا باشا اهو في ملحوظات البانل سكادول، لما اتكلمت معاك وقلت لك المساحات بتاعت الاسلاك انا مثبتها لك، والطول لما ترجع، لما كنت بقول لك لما تجيب عدد اللوحات قد ايه في الاوضه، كنت بقول لك اعمل دايره قطرها كام، نص قطرها كام، 40 متر. يعني انا مثبت لك الاثنين، فاللي انا مثبتهم لك دولت مثبتهم لك على اساس ان لا يزيد عن كام؟ 2%. لا يزيد عن كام؟ 2%. وال 3% التانيين انت ليك عندي ان انا ثبت لك لغايه اللوحه اللوكال 3%. وصلت فهمتني؟ طب لو زادت عن 3% يعني هنا 2.5، الحمد لله شكرا وفضل من عند الله. لو زادت عن 3% اعمل ايه بقى؟ هتعمل الاتي، هتيجي على الكابل دوت اللي هو بدل ما هو 4 في 25 هتجيب 4 في 35. طب انا لو جبت 4 في 35 ايه اللي يحصل؟ هوريك. هنفترض ان دوت طلع رقم عملاق، طلع مثلا 4%، 4% وانا عايز اقلله، طب اعمل ايه؟ هجيب هنا كده اهوت اهو، هقول له تعالى 4 بدل 25 اخليه 35. تمام. طب 35 ديت تناظر كام كفولت كرقم عندي اهو؟ 0.9955. يعني هو دلوقتي قللت لك انا الملي فولت من 1.27 لكام؟ 0.955. بص الرقم ده لما اعمل دلوقتي كده اهو ايه اللي هيحصل؟ بص التوتال ايه اللي هيحصل فيه؟ بص هتلاقي ان هو قال لي كام؟ رقم اقل، بقى 2.2 بدل 2.5. طب برضو ما نفعنيش، هرفع تاني ال 4 في 50 وهشوف برضو الرقم الفولج دروب اللي بينظر قد ايه اهو، 0.715 اهو، هاجي هنا كده 0.715، يبقى انا كل اهو بقى 2%. يبقى انا كل لما ازود المساحه، كل لما ازود المساحه الفولج دروب ماله؟ يقل. وده منطقي جدا، منطقي جدا. وصلت؟ في بقى تفكير تاني، الناس هنا بتبقى قدامها الاطوال كلها يعني مالت. رجع تاني الوضع زي ما كان اهوت، معلش عشان ما ننساش عشان احنا هنحتاج الكلام ده في الشورت سيركت. في ناس بتبقى عندها الدنيا كلها واضحه هي وكلير وزي الفل، يشوف بقى طب انا ممكن ال 80 متر ديت ده اللي هو ده اطول كابل، طب ده انا ما ينفعش ازود فيه، طب ازود في حاجات تانية.
يعني انا ممكن ازود هنا، اه ممكن تزود هنا، يعني انت بدل ما خمس كابلات لو خدتهم ست كابلات التوتال هيقل، صح كده؟ ففي ناس بتعملها من وجهة النظر دي. وصلت؟ اتمنى الفورس دروب يكون واضح ويكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم. انتوا كده ليكوا عندي حاجه مهمه انا ما شرحتهاش وعايزه اعمل لكم ليها محاضره لوحدها كده، ملحوظات في الاخر، ازاي اعمل الشيت اللي بجمع عليه اللوحات. يعني انا عرفت شيت اللوكال، ان انا دلوقتي انا هنا لوكال اوزع عليه سوكت ولايتنج، طب ازاي اعمل شيت احط عليه بقى اللوح نفسها، يعني الشيت اللي هو البانل سكادوال كده، لما ابص كده في السنجل لاين هلاقي الام دي بي مالتي فانكشن ديت عليها مجموعه لوحات كتير، طب ازاي اجمع اللوحات ديت في شيت واحد، وايه مفهوم الدايفيرستي فاكتور في الحته ديت. اصبر معايا، انا هعمل في اخر محاضره ملحوظات هقول فيها كود الملحوظات دي، انتظروني للشورت سيركت.